كل الصناعات دي طالعه من الفول السوداني اللي بننتجه في شارع العوينات، صح كده؟ احكي لي التجربه بدات ازاي؟ ازاي قررنا احنا ندخل تصنيع؟ شركه جرين فالي للصناعات الغذائيه او جرين فالي عامه، احنا ثلاث قطاعات. بدانا في الثمانينات او في نهايه الثمانينات بزراعه الفول السوداني. المهندس سيد كان عنده، المهندس سيد السماك هو رئيس مجلس اداره الشركه، بدا فروم فارم زي ما بيقولوا للفاينل كونسيومر، بدا بالزراعه، فتح سوق كبير للتصدير، البينات رو خام الفول السوداني. بعد كده دخلنا في البروسيسنج، ان احنا ناخد من الفول السوداني ونعمل منتج تام مش بس رو. فدخلنا في الصناعات الغذائيه في قطاع جرين فالي للصناعات الغذائيه. زي ما حضرتك شايف كده 80% من المنتجات معتمده في الاساس على الفول السوداني، فول السوداني كوتينج، فول السوداني بقشره، فول السوداني المحمص المملح. منتجات دمها خفيف وصناعتها بسيطه، ولكن عايزه بس خبره. خبره ازاي تحفظ الفول السوداني بتاعك وانت شغال عليه؟ كل البرودكتس اللي حضرتك شايفها دي ليها سبيسيفيكيشن كواليتي. احنا جرين فالي مش بس مزارعين وبنصنع وبنصدر وخلاص، ده لازم يبقى فيه سبيسيفيكيشن كواليتي. عشان كده احنا اخدين شهادات كواليتي كبيره جدا زي ايزو 22000 18000 بي ار سي، وده اللي اهلنا اصلا ان احنا ندخل الماركت الاوروبي. يعني الحمد لله بفضل الله وصلنا ان المنتج بتاعنا او الفاينل برودكت بتاعنا مش بس نبعته رول للماركت الاوروبي، لا ده احنا نقدر بالفاينل برودكت ده يتحط على الشلف الاوروبي، فده من خلال مصنع الصناعات الغذائيه. خليني اقول لك على حاجه، ان الصناعات الخفيفه في مصر حجم تداولها في السنه الواحده 35 مليار جنيه. وانا لو ان الفول السوداني يبقى لينا نصيب في ال 35 مليار جنيه دول، وده على ايدك. خليني اسالك على الجوده. احنا بنخاف الفول السوداني من الافلاتوكسين. بتحفظ الفول السوداني فين؟ او ازاي تمهيدا لتصنيعه؟ احنا ما قدرناش ندخل الماركت الاوروبي الا لما قدرنا يبقى عندنا الكواليتي سبيسيفيكيشن ومواصفات الجوده اللي تؤهلنا ان احنا نوصل الاماكن دي. مش بس كمان في التصدير، كمان في السوق المحلي. يعني عندنا السبيسيفيكيشن، لازم نحفظ الخام ده في ثلاجات، لازم يبقى في تحليلات دوريه للفول السوداني عشان الافلاتوكسين يبقى في الجريد بتاعه، فده ما فيهوش منه قلق خالص. احنا سيرتيفايد ايزو 22000 بي ار سي، ودي شهادات كبيره جدا في العالم. اورجانيك، احنا بنعمل منتج عضوي ما فيهوش اي سماد، بنقدر ندخله في العالم كله يعرفه. هدفنا ايه من المشاركه هنا في جالف فود كمصر كشركه جرين فالي؟ احنا بنوصل في الاخر ان احنا نعرف الناس بمنتجاتنا الفول السوداني، لان في كونسيومر بيهيفير بيقول ان الفول السوداني بس موجود في المقله، فاحنا بنقول لا، ان الفول السوداني منتج بروسيسد بيتحط في باكجينج بالشكل ده. فحابين نوصل للناس، نعرفهم منتجاتنا، نعرفهم البورتفوليو بتاعنا، ونقول للعالم كله ان احنا موجودين.